الذين تتعز في التظاهرات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني التي تستهدف المنشآت الصحية وأيضا السكان في مدينة غزة. هناك أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 4800 طفل خلال شهر وخمسة أيام قضت عليهم آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. معنا ياسر الرازحي، ما هي الرسائل التي أو أردتم إيصالها من خلال هذه التظاهرة؟ هي 3 رسائل نوجهها إلى أبناء غزة، رجالها، أطفالها، نساؤها، أبطالها المقاومين. نقول لهم من أرض تعز، قاوموا هذا العدو المحتل، اصبروا وصابروا، والله إنا لموجوعون لوجعكم ومألومون لألمكم. الرسالة الثانية هي لحكام العرب، العالم اليوم ينتفض من أجل غزة، من أجل الإبادة الجماعية التي تحدث لأبناء غزة، ولم تحركوا ساكنا إلا كهشيش الذباب أمام هذه الفظائع والجرائم. نقول لحكام العرب، شعوبكم تتهمكم بالإجرام وبأنكم اليد التي تبطش بإخواننا في غزة وتشاركون العدو الصهيوني في ضرب إخواننا. الرسالة الثالثة هي للشعوب العربية والإسلامية، لا بد من التحرك العملي، لا بد من التحرك الجاد من أجل إنقاذ ما تبقى من غزة المقاومة. لا يزال أبناؤها يقاومون، شجرها، حجرها، نباتها، كل شيء يقاوم فيها. نقول لهم نحن معكم. هكذا إذن سيستمر هؤلاء بالتظاهر هنا في مدينة تعز حتى تتوقف آلة القتل والقمع لأهالي قطاع غزة. يقول هؤلاء أن صمت الحكام العرب كان سببا في استمرار الجرائم بحق أهالي غزة، وأيضا في الوقت الذي تواصل فيه أمريكا دعم إسرائيل بالمواقف وأيضا بالسلاح والمال. هنا يندد هؤلاء بالصمت مقابل هذا الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل، للكيان الصهيوني الذي يواصل استهداف المنشآت الصحية وأيضا المساكن والبنية التحتية بقطاع غزة. هناك 10,000 من الجرحى سقطوا أمام مرأى ومسمع العالم. الأمم المتحدة مواقفها ركيكة يقول هؤلاء، ولا بد من احترام القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يكون هناك موقف لجامعة الدول العربية يوقف هذه الإبادة التي يتعرض لها أبناء غزة منذ 7 أكتوبر. عبد العزيز بحانية من شباب من شارع جمال وسط مدينة تعز.